قامت وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسيف ضمن حملة مع الشركاء في محافظة درعا، جمعية بطريركية أنطاكيا وسائر مشرق الأمم الأرثوذكس وجمعية البر للخدمات الاجتماعية بفريق عمل واحد. توزع العمل على مجموعة من المناطق لإحصائية عدد من الطلاب في المدارس وحتى ضمن الأحياء ضمن اللجان الحية الموجودة وحتى ضمن الجهات الفاعلة في الأحياء. توصلنا إلى نتائج إيجابية ونتائج جيدة في بداية العام الدراسي. وجهنا رسائل للأطفال المتسربين على المدرسة أو الذين لم يلتحقوا بالمدرسة، رسائل للأهل، رسائل للمعلمين، وبعد ذلك قمنا بزيارات ميدانية لحث الأهل على عودة أطفالهم إلى المدرسة من خلال توجيه نصائح بأهمية المدرسة، أهمية التعليم للطفل، للأسرة، للمجتمع. فكانت حملتنا أثمرت بنتائج. قامت الكنيسة واليونيسيف ومنظمة الهلال الأحمر بمجموعة من الأنشطة عن طريق الألعاب، عن طريق الأغاني، عن طريق المرح، حببوهم بالمدرسة ورجعوهم للمدرسة، هيئوهم على هالإشي على أنه أول إشي يستقبلوا المدرسة. لما استقبلوا عاد إحنا أجينا شفنا مستوياتهم وكل طفل كيف كان مستواه، من أي صف ترك، شو لازم نتابعه. كانت وزارة التربية محددة 4 مستويات، شفنا الطلاب كل واحد شوفوا مستواه، وزعنا عاد منهاج بناسب مستواه.